ملاحظ هذه السنة هي واحد تواجد يعني كبير للأساتذة الباحثين داخل الجامعة الحسن الثاني في فضاء معرض الكتاب لتقديم إنتاجاتهم العلمية في جميع الحقول، يعني كالطب، في الهندسة، في العلوم الحقة، في الآداب والعلوم الإنسانية، في الاقتصاد، في القانون. يعني وهذا يعني مش غريب على الجامعة، جامعة الحسن الثاني بأساتذتها اللي كيزخروا بعطاءات كثيرة، وهذا واجب يعني ليكون هناك تواصل مع القراء، مع الطلبة، مع المهتمين بالبحث العلمي، حتى تنتشر يعني الاهتمام أكثر بالقراءة وبالاطلاع، وحتى تكون جامعة أكثر انفتاح على قضاياها المجتمعية. وفي هذا اليوم يعني كنحضر للتقديم يعني منتوج علمي للأستاذة حسنة كجي، هي أستاذة داخل رحاب مؤسستنا كلية حقوق بالدار البيضاء، اللي هي كتشرف على ماستر في قانون البيئة وأيضا متخصصة في العلاقات الدولية، واليوم هو تقديم لهذا الكتاب اللي صدرته في الأشهر الأخيرة في العلاقات الدولية، وهذا مساهمة منها أولا يعني في إغناء البحث العلمي في هذا الميدان اللي هو الميادين اللي كتميز بها تاريخيا المؤسسة ديالنا، بحيث عندنا أساتذة نبغاء في العلاقات الدولية، في القانون الدولي، في قانون البحار. والأستاذة حسنة كجي يعني من الريع الصاعد للأساتذة الشباب والأستاذات الشابات اللي إن شاء الله يكونوا خلف للأساتذة اللي سبقوهم، وهذا هو اللي كنتمناه، هو أنه يكون اهتمام أكثر بالبحث العلمي وبالإنتاجات العلمية. وفي هذا الإطار احنا كنحضروا باش نشجعوا الأساتذة ديالنا. بالنسبة لهذا المؤلف حول العلاقات الدولية، الأسس المفاهيمية والفكرية، الفاعلون والتفاعلات، في البداية أشير إلى أنه كتاب في المتناول، معناه أنه موجه للجميع. اعتمدت فيه أسلوبا سهلا، أيضا حتى أنني اعتمدت في البداية أو حاولت في البداية أن أبسط مجموعة من المفاهيم ذات الصلة بحقل العلاقات الدولية، رغم أن الموضوع قد يبدو من يعني لن يكون إلا في متناول المتخصصين، ولكن حاولت أن أجعله سلسا انطلاقا من تفسير مجموعة من المفاهيم، كما قلت ذات صلة بالعلاقات الدولية، مثلا الدبلوماسية، السياسة الخارجية. كذلك هذا المؤلف حاولت من خلاله أن أقف عند المؤثرين في حقل العلاقات الدولية، أي من يؤثر في الأحداث الدولية، هذه الأحداث بطبيعة الحال التي لم تعد ذات طبيعة سياسية فقط، ولكن أصبحت ذات طبيعة اقتصادية وذات طبيعة اجتماعية إنسانية وأيضا بيئية، أي أنني أضفت للبعد البيئي. أيضا حاولت أن أقف من خلال هذا الكتاب عند إشكالية طبيعة المجتمع الدولي، هل هذا المجتمع منظم أم فوضوي؟ بطبيعة الحال لأخلص إلى أننا لسنا بصدد مجتمع منظم 100%، لأن ليست هناك سلطة عليا تحتكر العقاب على غرار المجتمعات الداخلية، ولسنا أيضا بصدد مجتمع فوضوي تملأه الحروب والتناحرات، ولكننا ببساطة بصدد مجتمع في طور التكوين. أيضا حاولت أن أقف عند مسألة مهمة جدا في هذا المؤلف، وهي المتعلقة بجدلية الصراع والتعاون داخل المجتمع الدولي. نحن نعرف على أن في هذا المجتمع هناك صراع كما أن هناك تعاون. إذا بالنسبة للصراع حاولت أن أخذ نموذج الحرب الباردة لأقف عند تداعيات هذه الحرب، إن على مستوى القوى العظمى أو القوتين العظميين أو على مستوى كل دول العالم وتداعياتها إلى الآن، إن على مستوى التنمية أو على مستوى منظمة الأمم المتحدة. أيضا حاولت أن أقف عند مستوى آخر من مستويات التعاون داخل المجتمع الدولي، وهو موضوع الأمن البيئي الذي يعتبر مجالا خصبا ومهما جدا للتعاون بين الدول.